أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآيات لمحمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب. مولاي ومولى الكونين ونور العينين وأبا صبطين الحسن والحسين، يا علي علي التيب والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وغسلي وتكفيني، وطينتي عجينت من قبل تكويني، فبحب حيدار كيف النار تكويني. مولاي زهراء وحب آل النبي، حب آل النبي لقلبي يا زهراء يا نور ضوال العند، يا زهراء اصيح بصوت بارك لك، يا زهراء بشنو بولادة زينب الحرة الأبية. وزينب
يبكي القلب راس خرسلها وجدها المصطفى خاتم رسلها رسالة رسالة شوق دلالي رسلها لخت عباس سبع الغاضرية شهدها 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 مواقف زينب العالم شهدها يا على كل لسان ظل يجري شهدها ولمها الزهرة بالمولد شهدها صلاة على النبي أعظم هدية الزينب هاجت الروح بوجدها وبكنز المعرفة الباري وجدها وأمها فاطمة الزهراء وجدها نبينا المصطفى سيد البرية وزينب بنت علي زينة أباها ومن بحر العبي يجري إباها وحقي بيها لو أمدع أباها عمي مواقف سجلات بالغاضرية لا يا 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 عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغدتني في وكان لي والد يهوى أبا حسنين فصرت مندي ودا أهوى أبا حسنين أبارك للأمة الإسلامية جمعاء وعلى رأس من نقدم له التهاني والتبريكات في هذه الليلة مولانا ومقتدانا أمل المستضعفين وغياث المستغيثين وحجة الله على العالمين وولي أمر المسلمين أبو صالح المهدي لذكره الصلوات وللأمة الإسلامية جمعاء سيما الفقهاء والمراجع والأعلام وإليكم أيها السادة بذكرى ولادة عقيلة بني هاشم سيدتنا ومولاتنا زينب ابنة أمير المؤمنين سائلين من الله جلت عظمته ومبتهلين إليه أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها وأن يقر أعين المؤمنين بسلامة مرقدها الطاهر ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين حينما نقف على ولادة العقيلة زينب فإننا نقف على واقع المرأة في الإسلام
وانتقال ذلك الواقع من الجاهلية إلى واقع جديد في تاريخ الإسلام وفي تاريخ المسلمين. فلا بأس أن نسلط الضوء قليلا على واقع المرأة وواقع البنت في العصور التي سبقت الإسلام، لكي نستجلي ذلك الموقف العظيم الذي خصها الإسلام والذي أعطاها، وتلك المنزلة التي أعطاها الإسلام للمرأة. قبل الإسلام المرأة كانت محتقرة، لم يكن لها أي دور، وهذا ليس بالجديد عليك وأنت ابن المنبر. المرأة قبل الإسلام كان يشار إليها بمجموعة من الإشارات، مرة يشار إليها على أنها كائن غير إنساني، ومرة يشار عليها بأنها كائن يرافقه النحس أينما حل، ومرة يشار إليها بأنها منقصة للرجال، ومرة تلو الأخرى تعيش المرأة في حضيض تلك الأفكار التي من شأنها أن تجعلها مخلوقا محتقرا في أوساط الرجال وبين الناس. فجاء الإسلام ليعلو من شأن المرأة وليبين من حقيقة المرأة وما تلك التعاليم التي أطلقها كمفاهيم تارة وكتطبيقات عملية تارة أخرى، إلا خير دليل على الواقع الذي أراده الإسلام لتلك المرأة. وإذا بتلك البنت الذي يصف القرآن الكريم حال من بشر بها في الجاهلية، مسود الوجه كظيم الغيظ، وإذا الإسلام يقول من بشر بأنثى فكأنما له ملء جبلين ذهبا وفضة، وإذا بالإسلام يقول أنه البنت رحمة ومن قبل ابنته أعطاه الله جل وعلا من رضوانه ما يملأ به فاه، لا تشرعوا في الهدايا بين أبناءكم حتى تقدموا بناتكم، ومجموعة من التعاليم التي ليست بالجديدة عليك. إنما أردت من هذه المقدمة أن ألج إلى مجموعة من الإشكالات التي أثارها مجموعة من يحملون حقدا على الإسلام وجهلا بمفاهيم الإسلام تارة أخرى حول موقف الإسلام من المرأة. الإشكال الأول، يقولون أن الإسلام لما جاء وجعل شهادة المرأة في قبال شهادة امرأتين في قبال شهادة رجل واحد، هذا استنقاص لشأن المرأة، هذا نوع من أنواع الإزدراء للمرأة، وهذا الواقع يكشف لنا عن نظرة ضيقة، نظرة فيها شيء من التهكم والسخرية والإزدراء للمرأة. وخير شاهد على هذا الكلام أن الإسلام وضع شهادة الامرأتين في قبال شهادة رجل واحد. مثل هذا الكلام اللي يثار من هنا ومن هنا، نستطيع أن نستجلي قبل أن نرد عليه نفسية المتحدث اللي يثير مثل هالإشكالات، يعيش جهل بواقع الإسلام أولا، ويعيش حقدا على الإسلام ثانيا. بعد الفراغ من نفسيته ومن دوافعه، دعونا نأتي لكي نرد على هذا الإشكال. الرد الأول، لما نجي إلى هذه المسألة نجد أن الإسلام يراعي خصوصية في المرأة، خصوصية طبيعية في التكوين الجسدي للمرأة، بل ويعلل هذه الطبيعة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. خل أبين لك هالنقطة المهمة شو. ليس من العادل مساواة المرأة مع الرجل أبدا. من ينادي بمساواة المرأة مع الرجل يظلم المرأة، والنساء اللاتي تنساق
نحو تلك النداءات تظلم أنفسهن أو تظلم أنفسهن من حيث لا يشعرون. شلون أبين لك الآن؟ الإسلام لما إجى ليتعامل مع الحقوق، حق المرأة وحق الرجل، راعى التكوين الجسدي للرجل والمرأة، راعى التكوين النفسي للرجل والمرأة، راعى الجوانب الذاتية الطبيعية بين الرجل والمرأة، فبلحاظ هذه الجوانب الثلاثة قسم الحقوق بين الرجل والمرأة. خل أعطيك مثال. اليوم علماء الوراثة يقولون أن المرأة تحمل مخزونا عاطفي يضاعف أو مضاعف عن ما يحمله الرجل. عاطفة المرأة تعلو عاطفة الرجل بما لا قياس. الإسلام لما يجي يتعامل مع كائن عاطفي ما ينيط بهذا الكائن مهمة تحتاج شيء من القسوة، تحتاج شيء من التجرد، تحتاج شيء من القوة. القاضي على مجلس القضاء يحتاج أن يتعامل مع المسألة مجردا عن عواطفه وعن أحاسيسه تجاه القضية. هذا الشأن الرجل يستطيع أن يقوم به لأن عقل الرجل يعلو عاطفته، لكن عاطفة المرأة تغلب على عقلها ومستواها الفكري يعلو مستوى أو مستواها العاطفي يعلو مستواها الفكري. لذلك جاء الإسلام قال منصب القضاء منصب لا يليق بالمرأة، مراعاة لتكوينها، مراعاة لطبيعتها، مراعاة لما تمتاز به من موجبات أن هذا المنصب يحتاج لأمور لا تتوفر فيها. إنجيل المثال الإشكال، ليش الإسلام خلى شهادة امرأتين في قبال شهادة رجل واحد؟ الإسلام درس واقع المرأة، قال هذه المرأة على عاتقها شيء كثير، على عاتقها تربية الأبناء، على عاتقها حقوق زوجية، على عاتقها هم في تربية نشء سيخرج إلى المجتمع. كل هذه المسؤوليات التي تضع أو توضع على عاتق المرأة من شأنها أن تجعل من المرأة كائن ينسى، والشهادة لعظمها ولخطرها تحتاج لآلية التذكر، تحتاج لآلية الحفظ، تحتاج لآلية الضبط، وهذا لا يتسنى مع مخلوق قد أوكلنا عليه هذه المهام أو أعطيناه هذه المهام، فبالتالي نجعل شهادتها في أو شهادة رجل في مقابل شهادة امرأتين، لأن المرأة قد تضل فيكون أو فتكون شهادة المرأة الثانية مذكرة لها في حال الشهادة. لما نتجرد من العصبية نجد أن هذا الأمر من أعظم ما يميز الدين الإسلامي والفكر الإسلامي عن باقي الأفكار. تعال عمي اليوم خل نطرح على أنفسنا تساؤل، الغرب الذي نادى بمساواة الرجل مع المرأة هل أنصفها؟ هل أعطاها حقها؟ هل إنصاف المرأة مساواتها مع الرجل؟ مثل ما قانون العمل يقر بأن هذا الرجل يفترض أو يفرض عليه أن يعمل 8 ساعات في اليوم، فرض على المرأة أن تعمل 8 ساعات في اليوم، فساوى بينها وبين الرجل. الرجل يرجع إلى المنزل يضع رجلا على رجل ويبتدئ
بتلبية متطلباته الأسرية. المرأة ترجع لكي تقوم بهذه المهام الأسرية. إذن من ساواها مع الرجل في الواقع ظلمها أم أنصفها؟ ظلمها، ما رعى خصوصيتها، تكوينها الجسدي الضعيف لم يراعى في الغرب، فأوكل بها مسؤولية كما أوكلها بالرجل. بعدين أكو ظاهرة للأسف الشديد، مجموعة من فتياتنا إن شاء الله البعداء عن هالأجواء هذه الإيمانية ينخدعون بها. تعرف شنو؟ لما يجي ظاهرة تعرية المرأة ودعوى أن هذا الأمر من الخصوصية الفردية. الإسلام لما فرض الحجاب على المرأة ما فرض قيدا على المرأة، وإنما راعى عفة المرأة بالدرجة الأولى وراعى صلاح المجتمع بالدرجة الثانية. الغرب اللي نادى بحقوق المرأة ومساواة المرأة في تعريتها وفي خلعها لحجابها وفي إخراجها عارية، حول من المرأة ذلك الكيان العظيم في الإسلام الذي مناط به تربية النشأ، المدرسة الأولى التي تنبثق في تغذية المجتمعات وفي فكر المجتمعات، حول منها إلى كائن يستجلب به الغريزة المحيح. ولاحظ انت اليوم، لاحظ أي سلعة من السلع يراد لها أن تروج في الأوساط تعرى امرأة وتقدم هذه السلعة، فتحولت المرأة إلى كائن محرك للغرائز لا أكثر، مصب للغرائز، محرك للغرائز، كائن تتحرك به المرأة في المجتمع كأنها سلعة من باقي السلع. وتعالى الإسلام حينما احترم هذا الكيان، حينما قدس هذا الكيان، حينما عظم هذا الكيان، وإذا بهذا الكيان النساء المرأة أم محترمة في المجتمع، زوجة مقدرة، ابنة محترمة، شلون الإسلام احترمها؟ هل مو بنا لنطبق ما ذكرناه على صاحبة هذه الليلة؟ مدرسة القدوة النسائية، مدرسة العفة الزينبية، لبوة علي وفاطمة، وإذا بها من نعومة أظفارها مثال يحتدى به في التربية. يجيبها أمير المؤمنين طفلة صغيرة، يضعها على حجرة، يقوم بيده الشريفة يمر على رأسها، يمسح بين خصلات شعرها، فيقول لها: بني حبيبتي قولي واحد. فتقول: واحد. يقول لها: بني حبيبتي قولي اثنين. فتصمت: بني ما تسمعين؟ قالت: بلى أبا اسمع. قال: فلم لم تجيبي؟ قالت: أبا لسان يقول واحد لا يقول اثنين. في إشارة لنبوغ منقطع النظير، نبوغ مبكر لهذه الطفلة في توحيد الله جل وعلا، أن لسان يوحد الله لا يقبل بالتثنية. وهذا درس اليوم نستجليه، درس اليوم
عقب تعاقب السنوات، عقب مرور 1400 سنة على هالحادثة، يجون علماء الطفل والوراثة يقولون أكو نظرية تربوية في تربية الأطفال تسمى نظرية المحاكاة. شنو هالنظرية؟ قال أن تعلم ابنك وتغدي ابنك بالمفاهيم التي تريد أن توصلها إليه عن طريق محاكاته وعن طريق ترديدها بلسانه. وعلي مارسها قبل 1400 سنة. أكو نظرية أخرى تربوية لها علاقة بهذه القصة، وهي نظرية تغذية الطفل بالعطف والحنان. حينما يجلس الرجل ابنته في حجره ويمر بيده على شعرها ويشعرها بالحنان، يستطيع أن يحمي هذه الطفلة من أن تطلب هذه الحالة العاطفية من الخارج. للأسف الشديد، وهذا شيء يلامس واقعنا الاجتماعي، لابد نتجرد وإحنا على منبر الحسين، وهذه رسالة وأمانة. كثير من بيوتاتنا الأطفال بالذات البنات يعيشون حالة من الحرمان العاطفي، بما أنها ابنة لا تلاطف ولا تكلم، ويتصور ضيق الأفق هذا أن مثل هذه الحالة هي الحالة المثلى لكي تخرج مستقيمة، لكي تخرج على مستوى من التربية والعفة. لا، العاطفة شعور إنساني، والبنت تحتاج لمن يغدق عليها العاطفة، سواء كانت كبيرة ابنة أم طفلة صغيرة ابنة. فإن لم تجد هذا الشعور ومن يغطي هذا الشعور من البيت وفي المنزل، ستطلبه من الخارج، ومن سيقدمها لها في الخارج لن يقدمه لها بالمجان. حينها ستقوم اللائمة وستقوم القائمة. علي يعطينا درس كيف نتعامل مع هذه الابنة، كيف نغدقها بالعطف، كيف نغدقها بالحنان، كيف نقدم لها ما نريد أن نوصلها لها من معارف وأفكار وقيم عن طريق المحاكاة. وهذا درس يعطينا هي علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يربي زينب بأبي وأمي. من حظيت بهذه العناية، من حظيت بهذه التربية، ليس من المستبعد أن تكون في المستقبل زينب، ليس من المستبعد أن تكون في المستقبل زينب التي لها درس تأمه نساء الكوفة تفسر فيه القرآن. نواة زرعها أمير المؤمنين في صغرها ليحصد ثمارها في كبرها. ليس من المستبعد أن تكون زينب التي زرع نواتها أمير المؤمنين، تلك التي تخطب في مجلس يزيد بن معاوية وتقلب الرأي العام على يزيد بن معاوية. ليس من المستبعد من زرع هذه النواة فيها علي بن أبي طالب أن تكون شقيقة الحسين وحاملة راية يوم الطف. ليس من المستبعد أن تكون كربلاء حسينية الوجود والهدف والحدث، وزينبية الرسالة والعالمية. مثل هذه التربية، مثل هذه العفة، مثل هذا الحجاب يخرج لنا مثل هذه النتائج. أسأل الله عز وجل.
أن يجعلنا ممن يقتدي بزينب، وأن يجعل نساءنا وبناتنا زينبيات في المواقف، زينبيات في الحجاب، زينبيات في العفة، زينبيات في القدوة، وأن لا يفرق جمعنا هذا إلا عن ذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور، وأن يفرج هذه الكربة عن هذه الأمة، وأن يفك أسرانا ويشفي مرضانا ويبلغنا الآمال بجاه محمد والآل. إخواني، التماس من إدارة المأتم الشريف، جمع في هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة ولادة السيدة زينب، ليلة غراء مباركة، جمع إلى مرضى من خارج القرية، مرضى من خارج القرية، فلا تقصروا في مد يد العون إليهم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة. الآن خلي يقوم مجموعة من الشباب يلمون إن شاء الله، ولا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. ورد في الخبر أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: أتدرون ما البخيل؟ قيل: يا رسول الله، ومن البخيل؟ قال: الذي إذا ذكرت بحضرته لا يصلي عليه. وقال مولانا علي بن موسى الرضا: أنه من لم يستطع أن يكفر من ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. وقال المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أكثركم صلاة علي أقربكم مجلسا مني يوم القيامة. وسئل مولانا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: ما خير الأعمال ليلة الجمعة؟ قال: الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام النبي محمد الصالح. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي: لما حملت بحملي بابنتي زينب ابنة أمير المؤمنين عليها السلام، لم أجد ألما ولا وجعا، وكنت أزداد خفة إلى خفتي، وبهاء إلى بهائي، وكمالا إلى كمالي. كيف لا تكون كذلك وهي بنت النبي محمد الصالح؟ وكان حملي بها كحملي بأخويها من قبل الحسن والحسين. صبطي النبي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما تتابعت الليالي والأيام وكملت بحملي بها شهري التاسع، وكنت لا أجد ألما ولا وجعا، فلما تمت العدة التي أراد الله عز وجل، وكانت ليلة الخامس من شهر جمادة الأولى للعام الخامس من هجرة النبي محمد الصالح، وبينما أنا كذلك لا أشعر بألم ولا وجع، وحولي نساء من بني هاشم
بهم، واحدة عن يميني والثانية عن شمالي، واستقبلتني واحدة إلى وجهي، وإذا بالأنوار تتساطع من كل مكان، وهبت روائح المسك والعنبر والكافور الأدفر، فأخذتني فترة وأخذتهن فترة، وإذا بي وضعت زينب. صلي وسلم عليه صلوات ويا ربي وصلنا إليه صلوات، أفضل الصلاة والسلام ولا كنا النساء كمثل زينب، لفضلت النساء على الرجال. انهني بمولد الحوراء ابو حسين، هنوا الحسن وحسين، هني بمولد الحوراء أبو، هنوا الحسن عودة والله عودك، هني بمولد الحوراء هنوا هنوا الحسن عودة، هني بمولد الحوراء أبو، هنول بمولد الحورة العوالم ابتهجت بهذه الفرحة في السماء والأرض، وانسوا جنة الفردوس مرحى. هاي زينب واسمها كل قلب قلبه يشرحة، مولد الحورة تهاني هلا ونذكر بأحلى المعاني، بكل محل وبكل زماني المولانا مولانا، نحييها الذكرى المولانا مولانا، وين هني البتو لا محسن هنو الحسن، انهني هني بمولد الحوراء ابو حسين، هنو الحسن عالم العلو ابتهاج يسبح بماجد الباري، وجنة الفردوس فرحة للولد ويا الحواري، وعالم الدنيا يهني المصطفى والفرح بادي، يهني طه بهالعطية، عمي نعمة من رب الباري، من السماء أعظام هدية، هنوها هنوها بضعة والينا، هنوها هنوها بضعة والينا، هنوها بضعة زف البشرى حق خير النبيين، وهنوا الحسن نهني نهني بمولد الحوراء، هنوا هنوا الحسن. جوابك علي، جوابك علي، وتجاوبني بالبيت كامل الله يعودك.
دنيا غزت تزهر للحورة بتحدار، دنيا زهية علي هاي المسية، دنيا زهية هاي المسية، مولد الحورة يا علي نور وسعادة، مولد الحورة يا علي فضلها عادة، ليلة المولد يا علي نهني السادة، هننا بالأطهار ويا الوصي حيدار، هننا ويا الوصي حيدار، بنت الشوفية هاي المسية، بنت الزكية هاي المسية، مولد الحورة يا علي بيت الطهارة، بيت الرسالة يا علي ازدانت انوارا، نعلنها فرحة يا علي بنت الخيارة، حيدر غدا مستار حول المهد يفتار، حيدر غدا حول المهد ليلة هنية هاي المسية، لجل الزكية بنت الشوفية، مولد الحورة يا علي بأرض المدينة، أرض القداسة تشرفت لبسة الزينة، والناس كلها تقاطرت هنت ولينا، هنت علي الأزهار بنت النبي الأطهار، هنت علي بنت النبي الأطهار، لجل الشوفية هاي المسية، هنو الزكية بابن الشوفية، نحيي الذكرى يا علي بيوم الولادة، نحيي الذكرى وتنكتب في الزمن عادة، أفراح نحييها ونشعر بالسعادة، نتذكر الكوثر والساقي هو حيدار، نتذكر والساقي شربة هنية هاي المسية، لجل الشوفية بنت الزكية، مولاي أمل روحي إدا زينب، أمل هاي بروحي وزعت الليلة، أمل هاي وابوها المرتضى وفاطم أملها مثلها من وجد فوق الوطية، ومثلها من وجد يا ومثلها من وجد فوق، لطش الروح بالمولد والمها وزيحك دارها وهمها وألمها، لطش الروح بالمولد والمها وزيحك دارها وهمها وألمها، هدية لها أقدمها ولمها، لابوها المرتضى حامل حمية، ولابوها المرتضى ولابوها المرتضى هي ولابوها المرتضى ولابوها المرتضى، أفضل الصلاة